مع الشيخ عيسى بن سالم بن ياقوت السقطري. الموضوع الاقتصادي هو تطاول الاحتلال الخليجي. شيخ مشايخ جزيرة سقطرى اليمنية حول الأوضاع في سقطرى ومحاولات التحالف السعودي الإماراتي. عفوا على كل التحالف هو المملكة السعودية والإمارات العربية. إدخال الجزيرة في الفوضى والسيطرة عليها عبر قواته والميليشيات. سنقاومهم إلى آخر قطرة من دمائنا. والوجهاء كلنا صفا واحدا إلى جانب القوات 808.